السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. مرتضى منصور ومواصلة التحريض بشكل علني على شاشات التلفزيون ما بين جماهير النادي الأهلي وجماهير الإسماعيلي، وواصل النهارده زود قبل كده كان اتكلم عن جماهير الاهلي وجماهير الاسماعيلي بسبب صفقه عواد ومحمد متولي، واحنا ولاد عم واحنا فتحنا لكم الباب وقت التهجير، وانتوا الاهلي بتقولوا ايه، وجماهير وخناقات ما بين الجماهير والكلام ده كله، وتقولوا لهم على محمد عواد رايح الزمالك خاين، ومحمد متولي اهلا وسهلا للاهلي، الاهلي الزمالك الاسماعيلي مش مصنع تفريخ للنادي الاهلي. هجوم غير مبرر ومحاوله للوقيعه ما بين جماهير الاهلي وجماهير الاسماعيلي، اضاف عليهم النهارده بورسعيد، جماهير بورسعيد. اتكلم عن النادي الاهلي في خضم او في موضوعات علاقته برؤساء الانديه والاعارات ما بين لاعبي الاسماعيلي الزمالك والانديه الاخرى وطلبات الانديه الاخرى لاعبين من نادي الزمالك للاعاره في هذه الانديه، وقال علاقتنا جيده بكل الانديه، احنا مش زي نادي او احنا مش زي نادي بيروح الإسماعيلية بينضرب، بيروح بورسعيد بينضرب، زي نادي جماهيره بتروح إسماعيلية بتنضرب، وزي نادي جماهيره بتروح بورسعيد بتنضرب. معناه إيه الكلام ده؟ وإزاي زي ما قلت حضراتكم الكلام ده، يعني الفترة اللي كانت حصلت قبل كده ما بين جماهير النادي الأهلي وجماهير بورسعيد، جماهير المصري، والأزمة الشهيرة، واللي حصل حصل، واللي مات والشهداء والكلام ده كله، كان بدايتها برضو كلام كده وتحريض إعلامي. كان بدايتها ناس بتطلع تتكلم مستسهله الموضوع. النهارده الرساله اللي بيوجهها مرتضى منصور ايه، سواء لجماهير الاهلي او جماهير الاسماعيلي او جماهير بورسعيد، بدل ما هو المفروض انت راجل مسؤول، ايه المفروض انت راجل مسؤول عايز تواجه الشعب، تتكلم بعقلانيه، تحاول تهدي الاجواء. النادي الاهلي بقى لنا فتره واحنا بنقول سنه بعد سنه ممكن الدنيا تهدى والامور ترجع، وحتى النادي الاهلي لحد الان مفيش صفقات مباشره او في تعامل مباشر بينه وبين النادي المصري. فانت النهارده المفروض نهدي ونقول العلاقات، والمفروض نعقد جلسات ونشوف الدنيا والعاد، ده الطبيعي. بس بورسعيد دي مش بلد تانية، ده بورسعيد ده مصر، والاهلي ده نادي مصري، المصري نفسه في بورسعيد نادي مصري، وبورسعيد جزء من مصر، ما هنعمل ايه يعني؟ ايه المطلوب من جماهير بورسعيد او جماهير النادي الاهلي؟ ايه او ايه اللي بعض الناس عايزينه من جماهير الاهلي وجماهير المصري وجماهير الاسماعيلي؟ انا مش فاهم. والكلام ده اكتر مره، دي تاني مره تتقال، المره الاولى بخصوص نادي الاسماعيلي، النهارده اتكلم عن الاسماعيلي والمصري واضاف على جماهير. طب جماهير النادي الاهلي مثلا لما تتكلم تسمع مرتضى منصور بتتكلم عن ان جماهير النادي الاهلي بتروح الاسماعيليه بتنضرب وبتروح بورسعيد بتنضرب، ايه احساسها هيكون تجاه جماهير الاسماعيلي او تجاه من جماهير المصري او بورسعيد، او حتى تجاه الجمهور اللي الزمالك او مرتضى منصور بيدربه؟ ما انت بتوجه لي الاهانه. لكن انا بقول لكل جماهير النادي الاهلي وكل جماهير عارفه الكلام مرتضى منصور ده كله يعني ما لا يؤخذ على محمل الجد، يعني كلام مرتضى منصور ده لا يؤخذ على محمل الجد، والعلاقه هتفضل جيده ان شاء الله ما بين جماهير النادي الاهلي وجماهير الاسماعيلي، وان شاء الله العلاقات ترجع وتبقى كويسه ما بين جمهور الاهلي وجماهير المصري، لان كلنا في الاول وفي الاخر ابناء وطن واحد، ما احناش جنسيتين مختلفين. لكن انا مش عارف الناس المسؤولين في مصر ازاي تسمح لمرتضى منصور يطلع يتكلم في الامور الشائكه دي، هي انا بعتبرها امور شائكه، يعني لما تتكلم بتفتح جروح زي ما بيقولوا، وليه؟ بدل ما انضمت جروح، لا مرتضى منصور بيفتح جروح. ده بخصوص مرتضى منصور. والبرنامج نفسه استضاف مش عارف صديقه، جايب صديقه بيلمعه، صديق اسمه محمد رجب، وجايب علي بركه، ما اتكلموش 5 دقايق ومرتضى منصور خد بقيه الفقره بتاعتهم كلها. الاجمل ما في القصه دي بقى ان في جمله عجبتني من محمد رجب او الاستاذ محمد رجب ده اللي هو صديق مرتضى منصور. جملة عجبتني بتقول، يعني بيقول لك ايه، موهبة مرتضى منصور في الإدارة أكبر من علم الإدارة. يا سلام يا سلام، جابها ازاي دي؟ موهبة مرتضى منصور في الإدارة
وعنده القدرة، يعني قال لك عنده القدرة على إنه يقود المجاميع. طب ما هو المخرج في أي فيلم عنده القدرة إنه يقود المجاميع؟ بنشوف الأفلام بيبقى المجاميع 1000 واحد، والمخرج عنده القدرة إنه يدير المجاميع، عنده القدرة إنه يدير المجاميع. وبعدين الراجل خريج قانون وأثبت جدارة في، مش مهم العلم، المهم إن هو بيقدر يدير المجموعات، والمهم النجاح اللي بيحققه، مش موهبته في الإدارة. والله جملة عجبتني، موهبته مش عجبتني، يعني 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 كبر، لا حول ولا قوة، موهبته في الإدارة أكبر من علم الإدارة نفسه. يا سلام، طب ما موهبته بقى، أنت تعالى علم الناس الإدارة على مستوى العالم، اكتب كتاب في علم الإدارة يا أستاذ مرتضى منصور. كان مرتضى منصور طبعًا دخل، أو اللي دخل شتم الصحفيين وشتم مش عارف مين وهاجمهم، وأنت لكل واحد مسك لي عجلة، قال أنا مسك لي خنجر، وأنا من 17 سنة بعمل لقاءات مع يوسف إدريس، مع يوسف السباعي، مع إحسان عبد القدوس، مع مش عارف إيه، نجيب محفوظ، نجيب مش عارف إيه، أنا كنت بكتب وانا مش عارف ايه قبل امك ما تفكر تولدك، وانت مش عارف ايه، وهجوم بقى من يعني. وقال حاجه تانية برضو الاستاذ محمد رجب قالها، قال لك برضو تمجيدا في امير واحمد مرتضى منصور، قال لك احمد مرتضى منصور اوقات كان بيدي مكافئات للاعبين من جيبه الخاص من مصاريف بيته. يا سلام يا سلام، الحلقه دي كلها كانت يعني تمجيد في امكانيات مرتضى منصور. مش بس كده، اتكلم بس في التمجيد او التلميع او الهجوم على جماهير او التحريض، انا بعتبرها نوع من انواع التحريض او الوقيع ما بين جماهير النادي الاهلي والاسماعيلي وجماهير بورسعيد والنادي الاهلي. مرتضى منصور بيفتح القصه تاني اللي احنا قلنا الحمد لله انها اتقفلت، وقلنا مع الوقت الامور هترجع، لكن مرتضى منصور مصر لمكاسب خاصه بنادي الزمالك، مش هقول مكاسب شخصيه، مكاسب علشان خاطر دوري، علشان خاطر درع دوري، ملعون ابو الدوري على ابو الكوره لو هيبقى فيها دم او هيبقى فيها حاجه زي اللي حصلت دي. وانا مش فاهم يعني ازاي، يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه، اتكلم عن نادي الجونه، كان قبل ما يطلع مرتضى منصور ويتكلم الفقره دي كان مستضيف قبلها احمد سمير ووليد صلاح عبد اللطيف لاعب نادي الزمالك، كانوا بيتكلموا بشكل مباشر عن مباريات الزمالك المتبقيه والجونه ودور الجونه ولعبنا الاهلي في الجونه، واحنا رايحين نلعب النادي الاهلي ولازم اللعيبه تبقى عامله حسابها وتحترم وتادي وكانهم نازلين ويخافوا. مرتضى منصور دخل بقى هاجم، ايه الجونه دي؟ الجونه دي كانت هتهبط السنه اللي فاتت، تنزل درجه ثانيه، انا مش رايح العب ريال مدريد، انا مش رايح مش عارف ايه، انا مش الجونه. كلم بقى بطريقه وحشه او بطريقه غير ظريفه على ملك الجونه الجديد تقريبا سميح ساويرس، باع على حد قول لمرتضى منصور، باع نادي الجونه لنادر شوقي اللي هو وكيل اللاعبين. كلم بقى نادر شوقي محامي، قال لك انا ما شفتكش قبل كده، او ما اول مره اعرف انت محامي، ومحامي ازاي وبتشتغل سمسار. هجوم، هجوم اللي اتعود عليه. يعني بالنسبه لمرتضى منصور الدوري مش بس في جوه المستطيل الاخضر، لا بيعمل حاجات تانية، ضغوط تانية، ويهاجم الناس وبتاع، ناس ما اتكلمتش. ليه هجومه على نادر شوقي؟ لانه طلب ان مباراه الجونه تتلعب في القاهره. فنادر شوقي اتمسك بحق الجونه، قال لك لا العب على في الجونه مكان. فليه وليه نادر شوقي طالب بحق؟ والنادي الاهلي ما راح لعب في الجونه. الزمالك لا، عشان هنا عندهم باب بيفتحوه ما اعرفش بيحصل ايه، باب بيقفلوه الهواء ما اعرفش ايه. انا طلبت من نادر شوقي قلت له نلعب هنا في القاهره وبتاع، قال لي لا. لا ليه؟ ومش لا ليه؟ قال انت هتحاسبه، مش حقه. هو مش في مباراة على أرضك ومباراة على أرضه، هو مش في جمهور ليك وفي مباراة وجمهور له في مباراة، مش ده الطبيعي اللي احنا فاهمينه يعني؟ لكن ازاي؟ ازاي بقى واحد زي كده يا رئيس نادي كان قبل كده يقول لك بكلم سميح ساويرس اقول له هنلعب في القاهرة يقول لي ماشي، اقول لك هو يعني هيك. وبعدين الثلاث مباريات اللي عاملين لي أزمة دول أو مش عارف، أنا ممكن أقعد في بيتنا والدورة دي للأهلي. فكرني بفيلم بعبد الله فرغالي، في فيلم بتاع شقة من حق الزوجة، لما كان محمود عبد العزيز كل ما يجي يكلمه الموظفين يكلموه، أنا الشغلانة دي ممكن أقدم استقالة الصبح وأقعد في بيتنا ألم إيرادات العمارة. مرتضى منصور أنا أقعد في بيتنا وأدي الأهلي للدوري. ده كورة؟ دي كورة؟ هو راجل بيتمسك بحقه. أنا النهاردة أما تيجي أنت بيلعب الزمالك ممكن يجي يقول لك مباراة الزمالك على الأرض تعال نلعبها في الجونة؟ أنت مستسهل كل حاجة ليه؟ أما الإسماعيلي فقصته زي ما أنتم عارفين خلصان، ما بيتكلمش. هو كل المشكله او كل الازمه او كل التوتر او كل القلق او كل الخوف لنادي الزمالك من مباراه الجونه، لانها كبدايه لو اخفق خلاص الدوري ضاع، مش مهم بقى مباراه الاسماعيلي ومباراه اهلي. لكن
مباراة الإسماعيلي زي ما قلت لحضراتكم، صبري المنياوي وقف الضربة على لعيبة، محمد عواد خلاص، محمود متولي خلاص، بامبو خلاص، مهدونج خلاص، الأربعة دول مش لاعبين خلاص، الزمالك يلعب نفسه بقى. دي حاجة. الحاجة التانية، هاجم كهربا وأبوك وخلي أبوك ينام ويستغطى وما يستغطاش، والبنات اللي كانوا مش عارف بيسخسخوا عليك، وأنا عندي حاجات ما تنزلش في بيتك، والناس اللي بتتكلم عن أشرف بن شرقي بقول لهم مش عارف إيه، ماما حلوة مش ماما حلوة. أنا مستغرب، أنا مش عارف والله، أسلوب وطريقة حد يطلع على، سيبك بقى من طبيعته ان هو من بشلوش مش بشلوش، حد يطلع على الاعلام يتكلم احنا انتقدنا وعارفين، لكن الامور بتزداد سوء وبتزداد تدهور في الاونه الاخيره، ومفيش اي رادع ولا في اي عقاب. هنستنى تحصل كارثه زي ما حصل في بورسعيد تاني بسبب مرتضى منصور؟ هنستنى تحصل كارثه زي ما حصل في الدفاع الجوي لجماهير نادي الزمالك؟ ده كل ملخص القصة، واتمنى ان حد يتدخل ويمنع كلام مرتضى منصور المسيء. يا اخي اتكلم في زي ما انت هتكلم في الكورة، هاجم يا اخي، في حاجة تاني اشتم، ها في حاجة تاني، لكن المناطق بتاعة التحريض او وقيعة ما بين جمهور وجمهور اللي ممكن ناس تسقط ضحايا خلال القصة، ابعد عن القصة دي، في حاجة تانية اكتر من كده؟ السلام عليكم ورحمة الله.